الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للأبحاث السياسية والاجتماعية ابن رشد من جنيف. أهلا بك دكتور رياض. مرحبا بك وبمشاهديك الكرام. أهلا بك معنا دكتور رياض. لعلك يعني ترى المشهد السوري الآن في الوقت الذي تجتمع فيه جماعة الدول العربية في القاهرة لمباحثات جديدة بشأن حل الأزمة السورية على المستوى السلمي. هناك أيضا انفجارات تعج بها المدن السورية وآخرها انفجار دمشق. على أي مدى يدل هذا المشهد المفارق للغاية؟ يدل على أن الإرهاب بدأ يضرب بقوة في سوريا. الدولة السورية مستهدفة، ليس حتى النظام، الدولة، المجتمع مستهدفان. تم ذلك عبر فتاوى فضائية، ونفس الشيوخ الذين أفتوا ضد الاتحاد السوفيتي في الحرب الأفغانية الأولى، ويعني قالوا حتى بل استخدمت نفس الأساطير ونفس الخرافات. أنا عندي تسجيلات لشيوخ مشهورة يقولون بوجود ملائكة على جهة بير تقاتل في حمص، تقاتل الجيش السوري. هذا التجيش الإرهابي العالمي ضد الدولة السورية بدأت تتضح معالمه. حتى الأمم المتحدة، حتى كوفي عنان، حتى مجلس حقوق الإنسان قالوا بارتكاب مجازر وفظاع من قبل هؤلاء الإرهابيين. أنا فوجئت بالصحافة التونسية تعطي أسماء شباب تونس تم التغرير به من هؤلاء الشيوخ الفضائيين ومن يقف وراهم، وذهبوا وتوفوا في سوريا. يجاهدون ضد من؟ يعني لا يوجد إلا جهاد واحد، هو ضد إسرائيل. غير إسرائيل لا يوجد شيء اسمه جهاد، ممكن فتن، ممكن حروب أهلية إلى آخره. فكل هذه الجماعات والمجموعات أصبحت واقعة حقيقة، إضافة إلى تصريح هيلاري كلينتون بوجود الكثير من عناصر القاعدة في سوريا، ونفس الشيء قائد هيئة الجيش الأركان. ثم اليوم عندنا أسماء كل بلد عربي ليبيين، عندنا قائمة أسماء ماتوا وهم يقاتلون في ويمارسون إرهابهم في الجيش، ضد الجيش السوري في سوريا. ولكن دكتور رياض لو سمحت لي، دائما دكتور رياض، المستوى الأول الدولة من حقها أن تدافع عن نفسها ضد إرهاب، خاصة يكون أجنبي. ولكن عفوا دكتور رياض، هل هذا الكلام سمعناه كثيرا من النظام منذ بداية الاحتجاجات السورية؟ يعني كل هذه الشهور ولا زالت الدولة تدافع عن نفسها، ولماذا التفجيرات الانتحارية بالذات تحدث عندما ينزل المراقبين العرب أو الدوليين إلى أرض سوريا ويلصقها النظام مرات ومرات بالقاعدة؟ يعني كيف لك أن تفسر أن هناك قوة خفية تنزل من السماء وتقصف المدنيين وتتمركز في الأحياء المدنية بالذات، ودائما يوم الجمعة يحدث اعتقالات بعد التظاهرات في الحال؟ كيف هذا؟ يعني هذا كلام يعني غير معقول. إذا كان في بداية الاحتجاجات يمكن أن نصدقه، ولكن بعد أن مر سنة وثلاثة أشهر على هذه الثورة، ألا زال النظام يدافع عن نفسه؟ أنا كما قلت لك، أولا مختص في مسألة علم اجتماع الثورة، أعرف ما معنى الثورة، ما معنى انتفاضة، ما معنى حرب أهلية، ما معنى إرهاب خارجي أو إرهاب داخلي. كل مفهوم مختلف عن المفهوم الآخر. من الأول الذين ساندوا تحركات الشعب السوري المسلم، لكن سوريا لأسباب إقليمية ولأسباب عالمية، وأقول يعني بوضوح وبصدق للمشاهدين، النظام السوري، الدولة السورية مستهدفة عالميا أو من جزء من العالم وجوه إقليميا لمواقفها التاريخية مع القضية الفلسطينية وتبنيها المقاومة ومقاومة في جنوب لبنان إلى آخره. إذا ثم استهداف، أصبحوا ملكيين أكثر من الشعب السوري، وبكل يعني إمكانيات التعبئة يريدون إسقاط النظام السياسي من الخارج لحساباتهم ولمصالحهم الخاصة، ليس حبا فالشعب السوري او يعني حماسا له. اذا ولكن دكتور رياض، من الذي يقوم بقصف المدن السكنيه؟ الحركه السلميه هي مشروع، هذا هو الشعب السوري. اما الارهاب الخارجي الذي يريد ان يعني يبث البلبله ويقتل من السوريين بدون رحمه، يعني هذه تقارير الامم المتحده، وكوفي انان يقول ايضا هؤلاء الذين اتوا من الخارج وعندنا اسمائهم الان، لن تعد مجرد اشاعات او مجرد يعني تحاليل، لا، ثم اسماء قائمه، اعطيك قائمه
من 6 توانسة ماتوا في سوريا وهم يقاتلون ويفجرون ضد الجيش السوري. الصحافة التونسية نشرت أساميهم وعائلاتهم إلى آخره. نفس الشيء تحدثت المواقع عن الليبيين. إذن ما الذي يحدث في سوريا؟ الثورة السلمية هذه كلنا معها لأنها تسعى نحو الديمقراطية. المواطن لما يتظاهر سلميا في الشارع هو يحب الديمقراطية، يحب الحرية، هو يريد صندوق الاقتراع، هو يريد التبادل السلمي على السلطة. لكن الذي يأتي ويفجر من عناصر خارجية وربما تم التلاعب بها من أجهزة استخبارات وجاءت لتقتل وهي متعطشة للدماء، ناس مغامرين يريدون أن يعيدوا يعني سيناريوهات الاتحاد السوفيتي. كل نظام عربي لديه شباب عاطل العمل، شباب يريد أن يقتل ويذبح ويخرجه يعني يبعثه ليتطوع أو يغض عنه الطرف حتى ينصب كل ذلك في سوريا. لا، سوريا ثم دولة مدنية في هذا الناحية يجب حمايتها، مع التأكيد على حرية الشعب السوري في الديمقراطية، حق الشعب السوري في الحرية في أن يكون مثل الشعوب الديمقراطية الأخرى. ولكن دكتور رياض، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أشار وعبر عن قلقه اليوم من تقارير تفيد بأن الحكومة السورية لم تلتزم بما وقعت عليه بصدد وقف إطلاق النار أو الالتزام بالهدنة أو يعني التوقف عن قصف المناطق الآهلة بالسكان. يعني من أين يأتي هذا القلق من هذا المبعوث الدولي أو هذا الشخصية التي يعني شاهدت الأمور منذ البداية؟ أنا كما قلت مع الحل السلمي. نفس الشيء الروس وموسكو قالت أن الاختراقات التي حدثت من قبل هذه المجموعات المسلحة وهذه المجموعات الإرهابية، التي مثلا هذا التفجير الكبير الذي حصل في دمشق كيف سيرد الجيش السوري نحوه؟ يعني بإعطائهم الورود بدون قيام بالتحقيق، بدون البحث عن الجنات. لابد أن نؤكد أو نكرر أن ثم مستويين، أي المستوى السلمي هذا هو الذي لا يحق للجيش السوري أن يطلق النار على مواطنيه، لا يحق للنظام السوري أن يعتدي على مواطنيه كلما نزلوا في مظاهرة سلمية في ميدان عام كما تونس في شارع حبيب بورقيبة أو في مصر في ميدان التحرير. أما مقاتلين يفجرون ناس جاية من الخارج وتقتل وتفجر، لا، هذا استخدم تعبير ماكس فيبر في أن الدولة تمتلك العنف الشرعي لممارسته لحماية نفسه. من حق الجيش السوري أن يرد الفعل، ومن حق الجيش السوري أن يقاتل ضد هذه المجموعات الإرهابية. وكلنا متفقين الآن، ليست دعاية وليست يعني أساطير خيالية، هذه كما قلت لك ثمة قوام أسماء بدأت تخرج في بلدان عربية كثيرة لمجموعاتها التي ماتت وتوفيت وهي تقوم بعمليات إرهابية في سوريا. إذن لندقق، ثم مستويين دائما، مستوى الإرهاب ومستوى الانتفاضة السلمية. نحن مع الانتفاضة السلمية، أما المستوى الإرهاب فمن حق الدولة السورية، من حق الجيش السوري أن يرد الفعل، وهذه مسألة طبيعية جدا. لا أعتقد أن ثم دولة في العالم تقبل بأنه في قلب عاصمتها تحدث تفجيرات ضخمة دون أن ترد الفعل ودون أن تتحرك وتبقى صامتة وتبقى متفرجة، وإلا الدولة تفقد شرعيتها، عنفها الشرعي ينتهي ويصبح لا محل لها من العرب ولا محل لها من الوجود. أيضا دكتور رياض، هناك انتقادات وجهت بسبب تأخير وصول المراقبين، وبالتالي يعني هذا التأخير سيؤثر على مدى فعالية هؤلاء المراقبين، كيف تنظر إلى ذلك؟ يعني هذه مسألة تخص التحرك الداخلي لمبعوثي الأمم المتحدة، ويجب أن يكونوا موضوعين. وقد تم يعني في الأول المعارضة رفضت مبعوثين يعني صينيين أو روس، لا، لإقامة التوازن لابد من كل دول العالم أو المجموعات الكبرى وما يعملون مع بعضهم لنصل إلى كشف الحقائق. الحقائق واضحة الآن، أن كما قلت لك ثم مستويين، فعلا ثم مقاربتين تحدث في سوريا، ليست مقاربة واحدة، مقاربة التحركات الشعبية السلمية الباحثة عن الحرية وعن الديمقراطية، وهذه يجب دعمها بكل الطرق يعني الثقة فيها. وثم الإرهاب، الإرهاب لا يعامل إلا بالعنف. وبرأيك دكتور رياض، هذا التأخير في وصول المراقبين، من يحدث تفجيرات ضخمة تقتل المئات في قلب عواصمها، لا توجد أي دولة في العالم تفعل ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية لما تعرضت إلى الإرهاب في واشنطن كنا جميعا يعني متضامنين معه، لأننا نرفض الإرهاب، لكنها ردت فعل، قصفت بالبي 52 في أفغانستان واحتلت العراق وقلبت العالم رأسا على عقب وغيرت من خريطة العالم، لأنها قالت أنا في دفاع شرعي لأنه تم استهدافي إرهابا في الداخل. إذا الجيش السوري لا يحق له أن يرد على الإرهابيين داخل بلده وليس خارج حدوده، لأنها تصبح يعني نوع من تجني، نوع من المبالغة
نوع من عدم فهم ما يحدث في هذا البلد. حتى نكون علميين وحتى نكون موضوعيين، الارهاب موجود ومن حق الدولة السورية استئصاله، ويجب ايقاف هؤلاء الشيوخ في الفضائيات الذين يؤججون هذه الحرب ويتحدثون عن خرافات مثل ايام الاتحاد السوفيتي وعن ملائكة على جهاد مبيد، وكما قلت لك عندي التسجيلات. يعني هذا كله لابد ان يتوقف وتمر سوريا للحل السلمي وللحل الديمقراطي وللحوارات السلمية ولايجاد حلول عميقة خارج هذه المجموعات الخارجية. اما من يدخل الى سوريا بدون تأشيرة بدون ترخيص ويدخل حاملا معه يعني الأسلحة والمفجرات، هذا شأن الدولة السورية وشأن أجهزة مختصة، ويحق لها أن تردعه وأن تصده وأن ترده عن بلده. أيضا دكتور رياض، أي دولة في العالم، ولنذكر ماذا فعلت واشنطن لما تعرضت للإرهاب في عقر دارها. أيضا دكتور رياض، البرلمان التركي شهد اليوم جلسة ساخنة بخصوص تعاطي الحكومة التركية بشأن الملف السوري، كيف يمكن أن تفسر يعني هذه الجلسة الساخنة داخل البرلمان التركي؟ لأنه بدأ تململ كبير من المعارضة التركية لما يقوم به أردوغان، حيث أنه يسعى خارج حدوده لإسقاط نظام أو لمحاصرة نظام أو للتدخل في شؤون نظام خارج يعني ولمصلحة أطراف دولية أخرى وأكثر من اللازم. تركيا وسوريا يعني جيران قديما والآن ومستقبلا ولآلاف السنين، يعني الأراضي لا تتغير، فبالتالي لابد من احترام هذه الجيرة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية. هرست حدودهم، منع حدودهم، لكن أن تصبح تركيا معبر للتدخل العسكري ولقوات خاصة وللتدريب ولمعسكرات التدريب ولذهاب يعني مقاتلين وارهابيين عالميين يدخلون عبر تركيا، فهذا المعارضة التركية وهي يعني في أغلبها معارضة يسارية وليبرالية وديمقراطية لا ترغب في ذلك وتريد أن تضع حدا. وصلت الفكرة دكتور رياض، شكرا للدكتور رياض صيدوي مدير المركز العربي للأبحاث السياسية والاجتماعية ابن رشد، كنت معنا من جنيف. دانت روسيا الدعوات إلى استخدام القوة بتفويض من الأمم المتحدة في سوريا الذي تحدث عنه الغربيون بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار، واتهمت المعارضة السورية باللجوء إلى تكتيك الإرهاب، مؤكدة بذلك من جديد دعمها لدمشق. وقال نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغودانوف